اهلا بيكم، معاكم محمد مصطفى وسلسلة شرح شهادة كومتيا ايه بلس 220901، ولسه بنتكلم في الموديول الخاص بالهاردوير، وهنكمل كلامنا عن الانبوت ديفايسز. في من ضمن الانبوت ديفايسز بتاعتنا ديفايس بنسميه الديجيتايزر، والديجيتايزر او ساعات بنقول عليه الجرافيك تابلت او الدروينج باد او الدروينج تابلت او الديجيتال دروينج تابلت او الديجيتال ارت بورد او البين تابلت او الديجيتايزنج تابلت. كل الحاجات دي معناها حاجة واحدة اللي هي الديجيتايزر، بمعنى ان انا ممكن استخدم اي مصطلح من المصطلحات دي، وهتلاقوني في خلال الفيديو ممكن اقول ديجيتايزر او اقول جرافيك تابلت او اي حاجة من المصطلحات دي، فكلها معناها حاجة واحدة. والديجيتايزر هو عبارة عن ديفايس او انبوت ديفايس بنستخدمه مع الكمبيوتر بتاعنا، ومن خلال الديجيتايزر دوت اليوزر بيقدر ان هو يرسم على الكمبيوتر او يكتب كأنه بيكتب كتابة يدوية، ودوت بيبقى من خلال ابلكيشن او سوفت وير بيبقى نازل على الكمبيوتر. عشان خاطر استخدم الديجيتايزر ان انا اقدر ارسم على الشاشة او كأني بكتب ب اللي هو الهاند رايت اللي هو بخط الايد، كأني بكتب على مثلا ورق حقيقي او حاجة ورق فيزيكال او اي ماتيريال تانية بكتب عليها او برسم. وبرضو ممكن نبسط الموضوع ان الديجيتايزر دوت بيعمل عملية تحويل بين الانالوج سورس، يعني مثلا لو انا في اللي هي الحالات العادية من غير الكمبيوتر بكتب بالقلم دوت تعتبر حاجة انالوج، فباجي بجيب اللي هو الديجيتايزر دوت وبكتب على الديجيتايزر. الحركة بتاعت الكتابة نفسها على الديجيتايزر دي حركة انالوج بتترجم لديجيتال من خلال صورة بتظهر على الشاشة بتاعت الكمبيوتر، او لو انا بكتب مثلا كلام كتابة فبتظهر الكتابة ديت بشكل ديجيتال بعد ما كانت اللي هي الحركة الانالوج بتاعت القلم او اللي هو البين اللي بنستخدمه عشان خاطر نكتب على الديجيتايزر. وشكل الديجيتايزر زي الشكل اللي قدامي دوت، بيبقى مكون من جزئين، الجزء دوت ده اللي هو المكان اللي بيكتب فيه، ودوت البين او القلم اللي احنا بنستخدمه عشان خاطر نكتب بيه في المساحة ديت، وبعد كده الكلام ده كله بيترجم على الشاشة بتاعت الكمبيوتر بتاعنا. في مصطلح اسمه الديجيتايزنج محتاجين ان احنا نفهمه عشان خاطر نفهم الديجيتايزر ده بيعمل ايه. كلمة ديجيتايزنج او مصطلح ديجيتايزنج المقصود بيه ان انا بحول اي حاجة عندي، مثلا حاجة زي صورة او فيديو او فيديو او سلايد او اي حاجة فيزيكال، بحولها لديجيتال او اللي هو في شكل اللي هو الاصفار والوحايد دوت بنسميه الديجيتايزنج. ويعني مثلا في الصورة اللي قدامي ديت، ده هنا حد بيرسم على ورقة، دي حاجة فيزيكال عايز احولها للديجيتال على الكمبيوتر، فبستخدم اللي هو بنعمل عملية اللي هي الديجيتايزنج من خلال الديجيتايزر اللي احنا بنتكلم عنه في الفيديو. من ضمن الطرق اللي احنا بنعمل بيها الديجيتايزنج، عملية ديجيتايزنج، ان احنا بنستخدم اللي هو الديفايس اللي اسمه الديجيتايزر، وعشان من خلاله نقدر ندخل مثلا لو انا عايز ارسم حاجة على الكمبيوتر او بكتب حاجة بخط الايد بدخلها على الكمبيوتر من خلال الديجيتايزر دوت. ودوت بدل ما كنت بستخدم زمان اللي هو الديفايس اللي اسمه السكانر، ولان احنا لما كنا بنستخدم السكانر كان مثلا بيبقى عندنا صورة او مثلا جواب او لتر او حاجة مكتوب عليها، وعايز ادخل الحاجة دي على الكمبيوتر، فما كانش في قدامي غير ان انا بستخدم السكانر وبحط الصورة بتاعتي او الجواب او الحاجة اللي عايز اسحبها سكانر او ادخلها على الكمبيوتر، بحطها في السكانر بعد كده بتظهر لي على الكمبيوتر، فببقى انا كده حولتها من فيزيكال حاجة فيزيكال اللي هي الورقة او الصورة اللي هي حاجة ديجيتال بتبقى ظاهرة على الكمبيوتر بتاعي.
فبقينا نستخدم اللي هو الديجيتايزر دوت عشان خاطر نقدر من خلاله ان احنا نعمل عملية رسم، ان احنا نرسم او نعمل عملية لو عندنا صورة بنعمل بينت او اللي هو الدهان، او كأني بكتب بقلم جاف او قلم رصاص على الكمبيوتر دايركت من غير ما كنت استخدم السكانر عشان خاطر احول صورة او حاجة فيزيكال لحاجة ديجيتال تدخل على الكمبيوتر. والديجيتايزر لانه هو input device بيحرك او اي حركة بعملها على الديجيتايزر نفسه بتترجم على الكمبيوتر. يعني مثلا لو انا جيت بالقلم او اللي هو البين دوت، جيت على الديجيتايزر نفسه دوت وعملت مثلا يعني شديت خط بالقلم كده، فدوت بيظهر على الكمبيوتر. او لو برسم رسمة زي الرسمة اللي في الشكل اللي قدامي دوت، ده بيبقى الديجيتايزر نفسه هيوصل بالكمبيوتر، هنعرف ازاي كمان شوية. ومن خلال القلم دوت برسم هنا في الجزء دوت بتظهر لي الرسمة بتاعتي على الكمبيوتر كأني برسم على ورقة عادية. وبيبقى فيه على الكمبيوتر بتاعنا سوفت وير، السوفت وير دوت هو بنقدر اللي هو من خلال السوفت وير دوت بنقدر يتحكم في الداتا اللي داخلاله من الديجيتايزر نفسه. في الديجيتايزر برضو بنستخدمه عشان خاطر نعمل حاجة بنسميها الانوتيشن. والمقصود بالانوتيشن ان انا مثلا بيبقى عندي اي حاجة تكست، ملف تكست على الكمبيوتر او رسمة او برزنتيشن، بضيف اي نوت او ملاحظات او كومنت على السلايد ديت، دوت بنسميه اللي هو الانوتيشن. وبعد ما بعمل اللي هو الانوتيشن دوت، فمثلا لو انا بستخدم بعمل الانوتيشن دوت بالديجيتايزر على برزنتيشن، وكنت بستخدم حاجة زي برنامج اللي هو المايكروسوفت باوربوينت، بعد ما بخلص السلايد خالص وباجي اخرج من السلايد بلاقيه بيديني اوبشن بيقول لي ممكن يعمل لي سيف عن طريق ان انا بتظهر لي الرسالة ديت، ده برنامج الباوربوينت بيقول لي انت عايز تحفظ اللي هو الانوتيشن اللي انت عملته على السلايد من خلال الديجيتايزر، فلو قلت له كيب فكده بيعمل سيف، لو قلت له ديسكارد فهو كده بيلغي اللي هو الانوتيشن اللي انا عملته على البرزنتيشن بتاعتي، واللي هي الكومنت او اللي هو النوتس اللي بضيفها على السلايد. طيب الديجيتايزر دوت بيشتغل ازاي؟ دلوقتي هنفترض السيناريو الاتي، انا مثلا عايز ارسم رسمة او عايز اعمل مثلا صورة كده ارسمها على الكمبيوتر وابتدي الونها، فمش هجيب الالوان بتاعتي اللي هي الالوان العادية وهرسم على الشاشة، لا طبعا مش هنعمل كده. هنعمل ايه؟ هنجيب اللي هو الديجيتايزر دوت هنوصله بالكمبيوتر بتاعنا، وباجي دوت اللي هو الديجيتايزر نفسه بيبقى فيه الجزء دوت بنسميه السيرفس او اللي هي المساحة اللي برسم عليها او بكتب او ايا كان الحاجة اللي عاملها بالديجيتايزر. وبيبقى عندي فيه اللي هو البين او القلم اللي انا بستخدمه او اللي ساعات بنسميه الستايلس، ومن خلال الستايلس دوت باجي على السيرفس ديت بعمل الحاجة اللي انا عايز اعملها اللي عايز تظهر على الكمبيوتر بتاعي. وبيبقى فيه الكمبيوتر بتاعي بيستقبل الانفورميشن او المعلومات اللي بتبقى داخلاله من الديجيتايزر من خلال اي ابليكيشن او بنسميه الدرونج ابليكيشن. الدرونج ابليكيشن دوت بقدر من خلاله ان انا احول الانبوت اللي جاي لي من الديجيتايزر نفسه بترجمه على الكمبيوتر في شكل ايمج او صورة، او مثلا لو انا بكتب مثلا حاجة هنا على الديجيتايزر نفسه في الجزء اللي هو بتاع السيرفس دوت باستخدام الستايلس دوت، فالحاجة دي هتترجم على الكمبيوتر بتاعي سواء في صورة ايمج او ايا كان الحاجة اللي انا بكتبها. وبيبقى الدرونج ابليكيشن دوت هو اللي بيعمل عملية الكنترول او اللي هو بيعمل ريسيف بيستقبل الانبوت اللي جاي له من الديجيتايزر. في هنا مثلا في الاكزامبل اللي قدامي دوت عندي اللي هو ده الديجيتايزر نفسه وبيبقى واصل بالكمبيوتر، وهنا اليوزر او البنت اللي هي قاعدة هنا ديت بترسم الصورة اللي قدامها ديت من خلال اللي هو الستايلس دوت، بتيجي على الجزء بتاع السيرفس دوت وبترسم كأنها بالظبط بترسم على
ورقة او على اي ماتيريال فيزيكال، وكل حاجة بتعمل هنا على الجزء دوت في الديجيتايزر بتظهر عندي على الشاشة، سواء عملية التلوين او عملية الكتابة او الرسم نفسها. ودوت طبعا بيبقى من خلال زي ما احنا ملاحظين في هنا برنامج او اللي هو drawing application اللي اليوزر بيبقى فاتحه على الكمبيوتر عشان خاطر يقدر يعمل عملية اللي هو التلوين او الكتابة او الرسم على الكمبيوتر. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو، وما تنسوش تعملوا شير وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس النوتيفيكيشن عشان خاطر يجيلكم نوتيفيكيشن بالفيديوهات الجديدة اول لما تنزل. وارحب بالكومنتس او التعليقات بتاعتكم على الفيديوهات بتاعتي، وتابعوني على فيسبوك وتويتر وانستجرام وجوجل بلس، وانتظروا المزيد من الفيديوهات، واشوفكم على خير ان شاء الله.